حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن من وصفهم بالجشعين من التجار والمضاربين يزالون يعتشون على الأزمات في تعظيم أرباحهم وتضخيمها في ظل إجراءات هزيلة من قبل الحكومة. وأضاف العطواني أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال البنك المركزي هزيلة ولم توقف المضاربة واستغلال الثغرات والاستفادة من توفر العملة الصعبة في تجارتهم المشبوهة على حد تعبيره عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع إلى حد مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار على الرغم من أنهم يستوردونها بالسعر الرسمي. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 93% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 211 مليون دولار. وذهبت معظم المبيعات مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 5 مصارف، وبلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 11 مصرفا. حذر النائب علي اللامي من استمرار اعتماد العراق على بيعه النفط في تمويل نفقاته مبينا أن تغلغل الفساد سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير في البلاد. وقال اللامي أن اعتماد العراق بنسبة كبيرة على بيع النفط فضلا عن وجود 25 منفذا تمثل واجهة التهريب الأكبر في البلاد كلها أسباب أدت لسلب أرزاق 6 قطاعات منها الزراعة والصناعة بشكل مباشر من خلال إغراق الأسواق بالمواد، ما يعني خسائر كبيرة للإنتاج الوطني. أعلن المدير التنفيذي للشركة الإيرانية للغاز مجيد جكني أعلن العمل على تمديد عقد توريد الغاز لمحطات كهرباء العراق قبل نهاية سنة 2023. وأوضح أن الجانب العراقي يتابع تمديد عقد بيع الغاز الإيراني إلى محطات الكهرباء العراقية، مستدركا أنه بحسب الاتفاق سيتم تشكيل الجانبين مجموعة عمل تضم خبراء إيرانيين وعراقيين لمتابعة هذا الموضوع وتمديد العقد قبل نهاية سنة 2023. كشف مدير هيئة الاستثمار في السليمانية عزيز محمد عن تحرك لخفض أسعار الشقق والوحدات السكنية الاستثمارية بما يسمح للمواطنين بتسديد الأقساط في ظل أزمة الرواتب، محذرا في الوقت ذاته من وجود مشاريع غير مرخصة. وأضاف أن على المسؤولين عن المشاريع الإسكان الاستثمارية تخفيض أسعار الشقق والمنازل ليتمكن المواطنون من سداد الأقساط، مشيرا إلى أن مشاكل الرواتب وغياب النظام المصرفي في كردستان العراق تسبب بتراجع بيع الوحدات السكنية في المدينة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.